عايزين نقول لكم ان زميلتنا العزيزه نورهان طمان موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان مشكوره هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت يا كريم، احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره نطلعكم على طبعا اهم اخبار النادي والفرق الرياضيه المختلفه. لكن خلينا نقول لكم انه الاجواء في النادي طبعا يعني هدوء نسبي بشكل كبير في الساعات الاولى من صباح اليوم، والعمال طبعا بيستعدوا بشكل كبير جدا لاستقبال الاعضاء. اما بقى يعني نروح لاخبارنا، وطبعا الفريق الاول لكره القدم اليوم، يمكن احنا بنكلمكم دلوقتي وحالا في ميران في ملعب التتش للمستبعدين من مباراه اسوان اللي ان شاء الله المقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب الاهلي والسلام تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز وكابتن محمد النجار اخصائيين التاهيل، وطبعا على راس المستبعدين طاهر محمد طاهر وكهربا ورامي ربيع وأيمن أشرف. يمكن كمان خلينا نقول لكم أنه في حالة كبيرة جدا من التفاؤل بين أعضاء الجمعية العمومية هنا وجمهور النادي الأهلي بشكل عام بعد إعلان عن دخول طبعا نجم بيرسيتاو لقائمة الفريق مرة أخرى. طبعا قبل مباراة اليوم كان بيرسيتاو تعرض لإصابة في المباريات الأخيرة بالموسم الماضي، وده أول ظهور للنجم الجنوب أفريقي طبعا تحت قيادة مستر كولر النجم طبعا المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. كمان طبعا زي ما احنا عارفين ياسر ابراهيم دخل لقائمه الفريق بعد استبعاد لمباراتين ماضيتين للاعب، وده طبعا يعني اسمين كبار واضفوا حاله من التفاؤل ضمن طبعا وسط جماهير النادي الاهلي. كمان خلينا نقول لكم ان النجم عمار حمدي بيستعد لخوض التدريبات الجماعيه مع الفريق عقب عوده الفريق ان شاء الله من مباراه السوبر المصري امام الزمالك واللي هتقام في المملكه طبعا الامارات العربيه الشقيقه. كمان يعني عايزين نقول لكم انه طبعا عمار حمدي كان تعرض لإصابة زي ما احنا عارفين وغاب في فترة طويلة جدا عن الفريق. كمان عايزين نفكركم بقائمة الفريق إن شاء الله اللي هتخوض مباراة اليوم. في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وفي الدفاع محمد هاني ومحمود متولي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وعلي معلول وطبعا اكرم توفيق. وفي خط النص حمدي فتحي واحمد عبد القادر وبرونو سافيو وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشه وبيرسي تاو. وفي الهجوم محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين. كمان خلينا نقول لكم انه في مفضله يعني في مشاركه في يعني في طبعا مركز الجناح اليمين في مباراه اليوم بعد طبعا استبعاد طاهر محمد طاهر للايقاف بعد حصوله على كارت احمر في المباراه الماضيه، ومستر كولر بيفاضل ما بين اشراك كريم فؤاد في مركز الجناح اليمين او حسين الشحات زي ما شفنا في المباراه الماضيه طبعا امام الاسماعيلي. كان كريم فؤاد يعني نزل في طبعا هذا المركز وقدم اداء كبير جدا وصنع هدف المباراه الوحيد. طبعا كمان خلينا نقول لكم انه الفريق الاول لكره القدم ايضا هيسافر ان شاء الله يوم الثلاث للاستعداد طبعا لخوض مباراه السوبر المصري زي ما قلنا لكم في الامارات العربيه الشقيقه وتحديدا مدينه العين برئاسه السيد محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هيخوض الفريق ميرانين قبل المباراه المقرر اقامتها يوم الجمعه ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس استعدادا لخوض المباراه. اما بقى على صعيد كره اليد فرجال النادي الاهلي النهارده هيخوضوا مباراه هامه امام كيلسي البولندي، وده هيكون في الساعه الخامسه مساء ان شاء الله في بطوله طبعا كاس العالم لليد المقامه بالمملكه العربيه السعوديه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. وطبعا هتكون المباراه في الساعه الخامسه مساء زي ما قلنا لكم، وهتكون على برونزيه البطوله. ومن اليد الى السله، فريق النادي الاهلي بعد ما حقق فوز امبارح على نظيره طلائع الجيش هيواجه النهارده سموحه ان شاء الله في الرابعه عصرا ضمن منافسات دوري المرتبط رجال. كمان خلينا نقول لكم ان احنا عايزين نهني طبعا نجمنا نجم النادي الاهلي السكواش مصطفى عسل بعد فوزه امس وتاهله لنهائي بطوله جراس هوبر للسكواش، وطبعا ده بعد ما فاز على نظيره او زميله فارس الدسوقي 3-2. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. مشكور الجزيل الشكر على هذه التغطيه المتميزه كالعاده زميلتنا العزيزه نورهان طمان، شكرا ليكي.